السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج خليج العرب. بين الرياض وأنقرة علاقة دبلوماسية باردة منذ فترة من الزمن، لا ترقى هذه العلاقة إلى مستوى التحالف الاستراتيجي، وتشوبها العديد من الخلافات بسبب ملفات إقليمية ودولية. جاءت حادثة اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي على الأراضي التركية لتزيد هذه العلاقة فتورا وتعقيدا، وقد تنحو بها إلى مسارات جديدة. يبدو أن الأمن التركي متمسك برواية الاغتيال حسب ما نقلت عنه العديد من وكالات الأنباء، وذلك عند مراجعة جمال خاشقجي قنصلية بلاده في إسطنبول. الأمن التركي طلب الإذن بالتفتيش، وهذا يعني أنه يتعامل مع القنصلية السعودية باعتبارها مسرح جريمة. وفي نفس الوقت تصر الرياض على أن خاشقجي خرج من القنصلية، لكن ما في صور تثبت ذلك. سيناريوهات تتوالى، والعواصم الغربية تخرج عن صمتها وتطلب من السعودية الكشف عن مصير مواطنها. بعيد عن كل هذه السيناريوهات وعن مصير الكاتب، أسئلة تحوم حول مستقبل العلاقة بين الرياض وأنقرة. البعض يشوف أن ما راح يصير صدام دبلوماسي بين السعودية وتركيا، لكن هناك شبه اتفاق على أن المتضرر الأكبر هي أنقرة. كيف تدير تركيا الأزمة التي حدثت فوق أراضيها؟ وهل اغتالت المملكة جمال خاشقجي؟ وإن كان فلماذا؟ وما تداعيات الحادثة على العلاقات بين البلدين؟ وماذا عن مكانة وصورة المملكة في الغرب؟ وكيف سينظر المجتمع الدولي للسعودية؟ نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. أجواء شبيهة بأفلام الإثارة تحوم حول قضية اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي. دخل لإجراء معاملات شخصية في قنصلية بلاده في إسطنبول ولم يخرج منها. في ظل غموض اختفائه تعددت التكهنات حول مصيره، ويدور الحديث بعد ذلك عن قتله تحت التعذيب في أقبية قنصلية المملكة في إسطنبول على أيدي فريق مؤلف من 15 شخصا قدموا من السعودية خصيصا في مهمة سرية لا يجيدها إلا رجال المخابرات. مصادر سعودية وفي محاولة مكشوفة تدين أكثر مما تبرئ تحدثت في الساعات الأولى لاختفاء خاشقجي عن إمكانية وجود رغبة لدى بن سلمان لعودة بعض المعارضين إلى المملكة، وأن جمال خاشقجي ربما عاد معتذرا. سيناريو وهمي كسيناريوهات وهمية أخرى أدمنت سعودية بن سلمان كتابتها دون أن تدرك سذاجتها المثيرة للسخرية أو خطورتها على الوضع الداخلي في المملكة أو على علاقاتها بمحيطها وحتى بدول العالم. مفقود تركيا كما وصفته الصحافة البريطانية قد يتسبب في أزمة عميقة ومعقدة قد يتجاوز أثرها السلبي حسابات الذين أرادوا التخلص منه، فالرئيس التركي أعلن متابعته الشخصية للموضوع مؤكدا أن بلاده ستكشف عن خلاصة التقارير الأمنية مهما كان محتواها. سيكون للقضية حتما تبعات على العلاقات المتوترة أصلا بين الرياض وأنقرة، والتي ازدادت تعقيدا بعد موقف المملكة من محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا وموقف الأخيرة من الأزمة الخليجية. أنقرة التي تستقبل عددا كبيرا من المعارضين العرب وغير العرب قد تنظر لما حصل على أراضيها على أنه محاولة للمساس بسمعتها وتعد على سيادتها، ما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة قد لا تكون في صالح الحكم السعودي، فتركيا دولة إقليمية كبرى ومؤثرة. حتى الآن لا يمكن التكهن بما قد يحدث بين العاصمتين، فهل سيكون الصحفي السعودي عنوانا لأزمة سياسية جديدة بين الرياض وأنقرة؟ تداعيات اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي على العلاقة بين أنقرة والرياض، هذا هو عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج خليج العرب. وأسعد باستضافة
الأستاذ أوكتاي يلمز الكاتب الصحفي والمحلل السياسي التركي، مرحبا بك. ومعي عبر سكايب من برلين المعارض السعودي الأمير خالد بن فرحان آل سعود، مرحبا الأمير خالد. أهلا وسهلا بك. أبدأ معك الأمير خالد، بداية حادثة اغتيال أو اختطاف أو اختفاء جمال خاشقجي تعيد إلى الأذهان الكثير من الحوادث، مثل عملية مثلا اختفاء الأمراء الأمير سلطان بن تركي الذي اختطف مرتين، مرة في جنيف ومرة ثانية أثناء توجهه إلى القاهرة، وأيضا الأمير التركي بن بندر والأمير سعود بن سيف النصر. السؤال لك، هل تشعر بالخوف من مثل هذه التصرفات التي طالت جمال خاشقجي وقبله بعض الأمراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا لاستضافتي على قناتكم، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. لا شك يعني أن السلوك الحكومي السعودي بصفة عامة يعني على غرار تعامل أو تعاطيهم مع المعارضة السلمية السعودية سلوك يتسم بالتهور والتخبط، يعني هذه سمة صارت سمة كبيرة يعني معروفة عن النظام الحالي السعودي، ما يعني يفتقد للتخطيط، يفتقد للأبعاد اللي ممكن تصير من اتخاذ موقف معين. فأنا أول شيء بالنسبة لي أنا شخصيا أنا صلتي في الله سبحانه وتعالى كبيرة، فهذا الشيء الحمد لله يعني مطمني. ثاني شيء أنا على اتصال مباشر مع الشرطة الألمانية، وفي أحد معين في الشرطة يعني ملفي عنده وعندي رقم التليفون الخاص فيه، فأي وقت أني أقدر أتكلم لو ما رد في أحد غيره بيرد، ويعني بيتي أنا بشوف دائما سيارات الشرطة يعني بتمر كل ربع ساعة. هل جاءت يعني إليك تهديدات تلميحا أو تصريحا؟ أحد هددك، كلمك، توعد؟ لا، أنا تهددت يعني بأعداد والله ما أتذكرها، بأعداد مهولة تليفونية. أقصد تهديد جدي، يعني تهديد جاد حقيقي يدعو إلى القلق. أكثر شيء خليني أدعو للقلق أن هذه الحكومة يعني حكومة صبيانية ما فيها عقلانية في اتخاذ القرارات، هذا أكثر شيء يخوف. يعني ما حدث للكاتب الكبير السعودي المعروف جمال خاشقجي يعني ضربة بعرض الحائط في السمعة السعودية العالمية، وضربة بعرض الحائط في القوانين الدولية الخاصة بحماية الصحافة والصحفيين، وعدم احترام القوانين الدولية الخاصة بالبعثات الدبلوماسية السعودية، ويعني حتى تخطيطهم للشر او للشيء الاجرامي تخطيط طفولي، ما هو تخطيط حرفي حتى يعني الواحد يقولها. فيعني الشيء هذا يعني هذا انا اعتبره مسمار في نعش الحكومه، حكومه السعوديه الحاليه بزعامه سلمان بن عبد العزيز وابن محمد، ان الامور وصلت لمرحله ما عاد ينسكت عليها سواء دوليا او شعبيا او من داخل الاسره نفسها. يعني طيب اذا تسمح لي اسالك فقط عن توقعاتك لمصير جمال خاشقجي، يعني هل ممكن أن يكون مصير المعارض السعودي ناصر السعيد التي انقطعت أخباره ويبقى الملف مفتوحا إلى الآن؟ يعني لا شك من مصيره، يعني أنا قلتها قبل كذا في مداخلات، أن الشرطة الجنائية بصفة عامة في العالم لو أحد فقد أكثر من 24 ساعة بيعتبروا 90% أنه قتل أو أنه يعني ليس على قيد الحياة. هذه عملية مخطط لها من واشنطن. الأخ المرحوم الله يرحمه لو كان مات، والله يعني يسلمه لو كان عايش. كيف من واشنطن؟ من الذي خطط لها من واشنطن؟ هو راجع السفارة أوراق زواجه من خطيبته، فراجع السفارة السعودية في واشنطن. فكلموا الأمير خالد بن سلمان، قال له يعني أنت موضوعك وأوراقك نخلص لك إياه سريعا في القنصلية السعودية في تركيا. فالخطة محكومة، يعني الخطة موضوعة من البداية. من أين هذه المصادر أو من أين هذه المعلومات التي تتحدث عنها؟ هل لها مصادر موثوقة أم سيناريو متوقع؟ هي سيناريو طبعا، مصادر موثوقة طبعا. ما هي يعني مصادر من داخل السعودية أم مصادر من مقربين من جمال خاشقجي أم من السفارة في واشنطن؟
هذه من السفارة في واشنطن ومن الإعلام الأمريكي كتب فيها كمان. طيب نشاهد هذا المقطع، وهو عبارة عن لقاء صورناه قبل أقل من سنة مع الأستاذ جمال خاشقجي، وكان يتحدث عن طريقة معارضته للنظام وطريقة انتقاده، وكان ينفي عن نفسه مصطلح أو لفظ أو وصف المعارض. ما الذي يمنعك من الاستجابة لرسالة الأمير الوليد والعودة؟ لا أستطيع العودة حتى أطمئن إلى أنني لن أعتقل لرأيي، لأن غيري اعتقل لرأيهم، والأمير لا يحتاج إلى توقيف الكتاب والمثقفين، بل هو يحتاج إلى أن يسمع رأيهم حتى وإن عارضوه، لأن التحول الذي يجري في السعودية تحول هائل جدا ويحتاج إلى جهد الجميع. حتى لا يمكن أن ينسب النجاح إلى رجل واحد، سوف ننسبه له. ما هي الضمانات ولكن لا التي ترضى أن فيها هو رجل واحد. ما هي الضمانات التي ترضى أن تعطى إياها في مقابل عودتك؟ هل تكتفي بالضمانات الشفوية؟ هذه تشعر بها وتراها عندما ترى سلمان العودة يعود إلى منصته الخطابية، عندما ترى عصام الزامل يعود إلى نشاطه في تويتر، عندما ترى عبد الله المالكي يعود لكتابة آرائه في 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 مسؤولية الأمة على مرجعية الأمة على الحكم دون أن يتعرض له أحد، دون أن يتصل به موظف صغير في الديوان الملكي أو شخص آخر يدعوه لتوقيع تعهد. هذا الخبر سوف يصلني ويصل غيري، ونعود جميعا إلى سعودية حرة، ونشارك سمو الأمير محمد في قيادة في النهوض بهذه البلاد إن شاء الله. إن شاء الله. لا نريد أكثر من ذلك. أنا فعلا أنا لا أتمنى للأمير محمد إلا الخير والنجاح. أنا الحمد لله في متقاعد، أستطيع أن أمضي حياتي مستريحا هنا. الواحد حريص على أولاده وعلى أحفاده الذي يتمنى لهم حياة أفضل في المستقبل. طيب يعني لا يتمنى جمال خاشقجي إلا الخير والسلام، وينصح النصيحة الهادئة وينتقد دون أن يعارض، لماذا يكون هذا مصير شخص مثل جمال خاشقجي رغم هذه المعارضة أستاذ أكتاي؟ تحياتي للجميع، تحية طيبة. طبعا هو لم يكن يصف نفسه، لمعرفة شخصية مع السيد جمال خاشقجي، كان يزور إسطنبول كثيرا، لم يصف نفسه معارضا في الحقيقة، كان يصف نفسه مصلحا أو يحاول الإصلاح قدر ما يمكن. يعني مصير إذا تحقق هذه الأخبار حقيقة مصير حزين جدا له وللدولة السعودية، يعني لسمعة الدولة السعودية، للعلاقة الدولة مع مواطنه، يعني بكل المكاييس ستكون عواقب كارثية بالنسبة للسعودية على جميع المستويات. أستاذ أكتاي، الحادثة حصلت على الأراضي التركية والكل يترقب موقف تركي من مما حصل، هل تضررت سمعة تركيا من هذه الحادثة؟ يعني العلاقة طبعا وقعت في الأراضي التركية، ولكن وقعت في القنصلية السعودية التي تعتبر أرض سعودية وتتمتع بالحصانة الدبلوماسية. يعني أي مقر للقنصليات أو للبعثات الدبلوماسية تعتبر أرضا لهذه الدول، والمواطن مواطن سعودي، والمكان مكان سعودي، ولا علاقة بشكل مباشر بتركيا، هذا أولا. ولكن لكن خلال 7 أيام لم يتحدث، يعني لم تصدر هناك أي تصريحات رسمية من قبل السلطات التركية إلا يمكن بعد مرور 7 أيام. هذا التأخير فتح المجال للكثير من القيل والقال والشائعات.
صحيح، هناك حقيقة شائعات كثيرة ربما بسبب رغبة البعض في الظهور الإعلامي خاصة بعض الإعلاميين، ولكن يعني الحادث غريب جدا ولا توجد سابقة، يعني أول حادث تقريبا يحدث في الأراضي التركية بهذا الشكل. أي المواطن يعني هذا ليس أول حادث، مقتل السفير الروسي في ديسمبر 2016، يعني مقتل ناشطين شيشان على الأراضي التركية أيضا، فيعني الآن حصل هذا يمكن ثالث أو أكثر من حادث في نفس الطريقة على الأراضي التركية، ألا يؤثر ذلك على سمعة الأمن التركي على الأقل؟ أقصد أن المواطن يدخل سفارة بلاده ويغيب، يعني بهذا المعنى أول حادث ربما لا أدري يعني في التاريخ هكذا، يعني من المفترض أن يكون مقر السفارات والقنصليات يعني أكثر مكانا لأمن مواطن هذه البلدان، وبهذا المعنى يعني بهذا المعنى أول حادث. نعم، بالنسبة لمثل هذه الحوادث يعني يجب التذكير أن تركيا بلد كبير، بلد منفتح ومفتوح، وبلد طبعا تتمتع بأجواء الحرية، الكل يدخل ويخرج، يعني سنويا حوالي 50 مليون زائر يزور تركيا بهذا المعنى. نعم، أنتقل إلى الأمير خالد، هل نستطيع أن نقول بأن الآن دخلنا في مرحلة تعقب المعارضين أو تعقب الأصوات الناقدة خارج المملكة، وخصوصا أن هناك تغريدات يعني انتشرت مؤخرا وهي تغريدات قديمة للمستشار في الديوان الملكي، وهو يتحدث عن القائمة السوداء وأنها ستلاحق كل من ورد اسمه في هذه القائمة، هل بدأنا الآن فعلا هذه المرحلة، مرحلة تعقب المعارضين في الخارج؟ أنا راح أتكلم عن نفسي، يعني أنا شخصيا تم تسميمي بمادة متطورة، ف يعني كنت على شفا الموت. متى وكيف؟ هذا الكلام من 3 سنوات تقريبا، وانا اتعالج للان بتعالج، سويت عمليه خطيره في المخ بالمانيا، واخذ ادويه وسمنت تقريبا فوق ال 25 كيلو. من الذي سممك بالضبط؟ اللي سممني المخابرات السعوديه، ارسل لي احد، فانا وثقت ان هذه الحكومه يعني اعتبرها نفس حكومتنا اللي كنا متعودين عليها، اللي ما في شيء يعني ما راح يقتلوني، فوضعوا لي سم بطريقة ما، وكان سم تأثيره جديد، وتسممت 3 سنوات وأنا أتعالج للآن، يعني كل 6 شهور الحين طول حياتي بدخل المستشفى كل 6 شهور عشان أخذ محلول معين في الدم عشان ما أموت. فهذه يعني هذه مثال شخصي لي أنا شخصيا. أنت ذكرت الأمراء اللي تم اختطافهم، الأمير تركي بن بندر آل سعود أنا سمعت عن مقتله، الأمير سعود بن سيف النصر سمعت عنه قتل هو الآخر رحمة الله عليهم، اختطاف الأمير سلطان بن تركي هو موجود في السعودية في يعني داخل منزل وما يقدر يطلع ولا لأنه يعني على أي حال هو في حالة مرضية خطيرة شفى الموت. ففي وقائع تدل وصوابق تاريخية على اتباع بالذات يعني سياسة الحكومة من أول ما تولى الملك سلمان، وحنا بنشوف ان جميع الملفات مختلفه والتعامل معها بطريقه يعني بطريقه صراحه مش طريقه دول او حكومات، لا طريقه مافيا، لدرجه اني انا غردت على تويتر، يعني انا قلت اللي بيحكمنا اغلب الدول العربيه تحكمنا مافيات وكلهم مع بعض، يعني هذا قال لك طائرتين تحمل 15 شخص وصلوا تركيا في نفس يوم الأستاذ جمال دخل السفارة، يعني سمعة السعودية خلاص. أوكي أنا غردت 1,000,000 مرة وأعلنت أن سمعتنا نزلت في الأرض. كيف تقيم ردود الفعل يعني بتصريحاته؟ كيف يعني تقيم ردود الفعل العالمية؟ هل تعتقد بأن هذه الردود تعطيك نوع من الاطمئنان عندما ترى العالم يعني في الوكالات الأنباء والصحفيين ووزراء خارجية الدول ورؤساء الدول يتكلمون عن هذه الحادثة، هذا الشيء ألا يشعرك بالإطمئنان بأن هناك مجتمع دولي سيحمي المعارضين من هذا التعقب؟ أنا صراحة يعني الإعلام يعني خبر والإعلام لازم يتفاعل معه، لكن الشيء السياسي رد الفعل السياسي العالمي أنا مش راضي عنه صراحة،
ما في شيء صدر من الأمم المتحدة، ما في شيء صدر من الدول الكبيرة يعني تعتنق. يعني هو صدر من خارجية فرنسا وخارجية بريطانيا ولكن أنتقل إلى 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 ضيفي في الاستديو الأستاذ أوكتاي، هل سنشهد تصعيد بين الرياض وأنقرة على خلفية هذه الحادثة؟ طبعا هذا مرتبط بنتائج التحقيقات. تركيا نعم يعني المسألة حساسة جدا، ربما هناك البعض ينتقد تركيا بسبب تأخير نتائج التحقيقات، ولكن من يوم الحادث بدأت هذه التحقيقات وستتم كذلك تفتيش القنصلية، وهذا كان مرتبط كذلك بالسماح للدخول لمقر القنصلية بسبب الحصانة الدبلوماسية. بعد تحقيقات يعني أنا أؤكد أن تركيا أحرص الدول على سيادتها الوطنية، لأنه هناك جانب تتعلق بالسيادة التركية القنصلية والمواطن كان في أرض في الأراضي التركية، ولذلك بكل تأكيد ستكون هناك ردود فعل تركية مناسب لحجم الحادث. ولكن أيضا أتوقع أن يفترض أن تكون أو يتوقع أن تكون ردة الفعل أيضا مناسبة لوضع تركيا الاقتصادي، إذا عرفنا بأن السعودية من أكبر المستثمرين في تركيا، فهل ستخاطر تركيا بعلاقتها مع السعودية في ظل أن هناك حالة اقتصادية غير مستقرة في تركيا، فنكون أمام احتمال أن السعودية تسحب كل استثماراتها في تركيا؟ سيد الكريم، يعني رغم الصعوبات المالية في الفترة الأخيرة في تركيا، تركيا ما زالت من أقوى الاقتصاديات، وهناك صناعة وهناك تجارة وما إلى ذلك. رغم هذه الصعوبات المالية في الفترة الأخيرة ستتم تجاوزها. الكلام بأن السعودية من أكثر المستثمرين أعتقد هذا غير دقيق. الحجم التجاري بين تركيا والسعودية في الفترة الحالية 5 مليارات دولار فقط، يعني 5 مليارات الحجم التجاري بين البلدين. والسعودية ليست من الدول المستثمرة في تركيا بشكل كبير، بل خاصة في السنوات الأخيرة، في السنتين الأخرتين يعني هناك تقليص جدا للاستثمار السعودي في تركيا. هل هي حاضرة في ذهنية القيادة التركية عندما يتخذون أي ردة فعل؟ بكل تأكيد جميع الاعتبارات يعني السياسية الدبلوماسية الاقتصادية وما إلى ذلك ستكون حاضرة في ذهن صناع القرار بكل تأكيد. ولكن السعودية ليست يعني العلاقات التركية السعودية الاقتصادية ليست مثل العلاقات التركية الروسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الإسبانية. يعني هناك حجم التجاري بين تركيا وروسيا تقترب من 50 مليار دولار وألمانيا 40 مليار دولار، ولكن الحجم التجاري السعودي التركي حوالي 5 مليار دولار. هذا لا أقول لتقليل من شأن الاقتصادي، ولكن يعني عندما تتعلق المسألة بالسيادة الوطنية كلنا شهدنا كيف ردت تركيا على حتى على الولايات المتحدة عندما انتهكت كيف ستترد تركيا. ما هي السيناريوهات المتوقعة للرد؟ كيف يمكن أن ترد تركيا؟ يعني ماذا تتوقع إذا صحت رواية الاغتيال وأنهم حصل في القنصلية؟ كيف ممكن نتصور رد فعل تركيا؟ طبعا لا نتمنى يعني اغتيال زميلنا، ولكن في حال صحة هذه الأخبار ستكون هناك ردود أفعال دبلوماسية قبل كل شيء. حتى الأحزاب المعارضة اليوم دعت الحكومة حزب الشعب الجمهوري أكبر الأحزاب المعارضة إلى مراجعة علاقتها مع السعودية. ستكون مراجعة ربما أولا طرد المسؤول بشكل مباشر من الأراضي التركية، ثانيا مراجعة العلاقات الدبلوماسية، وثالثا اتخاذ التدابير اللازمة السؤال طبعا دون إضرار بالمصالح التركية. السؤال الأخير الأمير خالد، بعد هذه الحادثة كيف هي صورة المملكة في الغرب؟
يعني هناك العديد من قضايا حقوق الإنسان تثار حول المملكة، وتضاف لها الآن حادثة جمال خاشقجي. السعودية تترأس اليوم المجموعة الآسيوية للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفي المقابل هناك قضايا تثار بين الفينة والأخرى عن وضع حقوق الإنسان في المملكة. اليوم بعد هذه الحادثة كيف هي صورة المملكة؟ يعني هي الواحد ما يتكلم عن الصورة، الواحد يتكلم ان الحادثة هذه ممكن انا مثل ما قلت يعني مسمار في نهاية هذه الحكومة يعني صراحة. فالموضوع ابعد من الصورة الإعلامية للمملكة او للحكومة نفسها. يعني الشعب السعودي من الداخل ما صار يآمن على نفسه على حياته على عائلته. لو احد تكلم كلمة او ما الحين صر الحين شفنا اعتقالات الصمت، انك ما تطبل ما تنافق ما يعني بتعتقل داخل السعوديه، حتى انك ما تكتب يعني شيء. فالامور واصله من زمان لمرحله يعني صعبه عالميا وداخليا، وصورتنا ما انهزت، صورتنا راحت يعني للاسف بهذه الاداره. نتمنى يعني هو اساس جميع المشاكل ان الحكومه الحاليه يعني حكومه يعني دكتاتورية. طيب باعتقادك هل سيستغل الرئيس الأمريكي هذه الحادثة لكي يضغط على المملكة العربية السعودية من أجل خفض أسعار النفط أو التخلي نهائيا حتى عن صفقة الاس 400 مع روسيا؟ يعني الآن دائما يعني ترامب طريقته هي الابتزاز، ويبتز بين الفينة والأخرى، ودائما يذكر السعودية في هذا السياق بأنهم سوف يدفعون وعليهم أن يدفعون أن يدفعوا. هل تأتي حادثة جمال خاشقجي في هذا السياق لكي يستغلها أيضا ترامب للضغط على المملكة؟ يعني أنا أشوف أن دونالد ترامب ما يحتاج أنه يعني يستغل الحادثة هذه، هو بيأمر يعني بيأمر، هو يقدر يبتز عن طريق آخر يعني أني أنا ما يعني بشيء غير رسمي أنه يعني أنت ممكن ما أخليك ملك مستقبليا على المملكة. بس هذا يعني هذا اللي ممكن يتكلم فيه وما راح يتكلم فيه إعلاميا. طيب والجانب الآخر ينفذ جميع الطلبات، حتى لو الطلبات كانت علنية وبطريقة استفزازية وبطريقة فيها ابتزاز وإهانة كرامة، بيستحملوا الأشياء هذه وبيسووا، وبنشوف حنا في السياسة بصراحة. فالرئيس دونالد مش يعني مو محتاج أنه يعني يستغل قضية مقتل جمال خاشقجي عشان يبتزهم. الأمير خالد بن فرحان آل سعود من برلين، شكرا لمشاركتك معنا، وأشكر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أقتاي يلمز على مشاركتك معنا، وشكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين على طيب متابعتكم. نسعد باستقبال أسئلتكم وتعليقاتكم على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لشبكة التلفزيون العربي. نلقاكم في الأسبوع القادم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.